بعد 48 ساعه الكل بينتظرها. ويمكن كريم طمنا شويه على الصوره داخل بعثه تفريق النادي الاهلي والاجواء. وزي ما احنا شايفين التدريب في نفس المكان اللي الاهلي اتدرب فيه بالامس، الملعب الفرعي في استاد رادس. ويمكن للاسف بس المسافه بعيده من فندق الاقامه لهذا الملعب الفرعي، حوالي 50 دقيقه عشان الفريق يقطعها من فندق الاقامه حتى هذا الملعب الفرعي، مسافه بعيده شويه. لكن ان شاء الله يعني تدريبات امبارح والنهارده ما تكونش مؤثره على الفريق في مرحله الاجهاد، لان التدريب في ملعب اخر كان الجهاز الفني اختاره كان في مسافه او في منطقه اقرب لفندق الاقامه وده كان الافضل. لكن عموما هم هناك شايفين الصوره اكتر الناحيه التامين وناحيه الامن هناك في تونس، شايفين المسافه الافضل، شايفين الملعب اللي هيكون مناسب للاهلي انه يقدر يتمرن فيه في ظروف طبيعيه. وان شاء الله كل الامور دي هتعدي على خير والماتش هيتلعب مباراه كره قدم في الاول والاخر. لكن في اخبار سريعه النهارده، يمكن النهارده شفناها، يمكن السفير المصري في تونس السفير نبيل الحبشي اتكلم على ان السفاره بتبذل مجهود كبير جدا لتوفير الاجواء المناسبه لبعثه فريق النادي الاهلي. ومنذ ان وصلت البعثه بالامس معالي السفير دائم الحضور مع بعثه فريق النادي الاهلي وفي اجتماعات مستمره مع الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس البعثه في تونس للاطمئنان على احوال الفريق وتوفير كل الضمانات لاقصى درجات الراحه للبعثه، خاصه ان الاهلي بينافس على بطوله مهمه للغايه. معالي السفير اكد كمان ان في تواصل مع كافه الجهات المعنيه لتوفير اقصى درجات التامين للبعثه والعمل على راحتها حتى اداء مباراه العوده باذن الله. طبعا الاجتماعات مستمره ما بين معالي السفير والكابتن محمود الخطيب للترتيبات العديده لمباراه النهائي يوم الجمعه ان شاء الله، وهناك تواصل حتى مع كافه الجهات لتمرير المباراه بشكل جيد جدا. برضو منذ قليل يعني اللجنه المنظمه الخاصه بتنظيم المباراه في تونس اعلنت ان غدا باذن الله سيتم طرح التذاكر بحدود حوالي 60,000 تذكره للمشجعين في تونس، ويتم طرح التذاكر من 8 صباحا الى 5 مساء. وتم تحديد المدرج الخاص بجمهور النادي الاهلي سيكون في المنطقه العليا في الدرجه الثالثه يمين، وهو يسمى في ملعب رادس بالمدرج اي. وبالتالي يعني الاهلي هيكون جمهور الاهلي هيكون في منطقه مختلفه عما كان جمهور الترجي هنا في استاد برج العرب في الدرجه الاولى ممتاز، لكن هيكون الاهلي موجود في جمهوره في الثالثه اليمين في تحديد المدرج ايه اعلى الدرجه الثالثه. نقطة مهمة كمان الكابتن محمد يوسف واحنا بنشوف تدريب فريق النادي الاهلي اتكلم على ان الجهاز الفني بيثق بشدة في قدرات لاعبي النادي الاهلي، وقال ان الجهاز الفني يعني شايف ان اللعيبه عندها تحدي كبير جدا لتخطي هذه الصعاب من اجل تحقيق البطولات واسعاد الجماهير وعدم التوقف. يعني الجهاز الفني مش عايز يتوقف كثيرا عند معوقات الغيابات وغيرها في ظل اصرار الجميع نحو الفوز باللقب. في مباراه غاب فيها شريف اكرامي، في مباراه غاب فيها جمهور الاهلي، الاهلي سبق كثيرا ان هو كمان لعب مباراه نهائيات بدون ابرز لاعبيه، لكن استطاع من خلال المقوله الثابته الاهلي بمن حضر ان يعود بالكاس. وعندنا امثله كثيره جدا لو عن نتحدث فيها 2005 و2006 حتى بطوله 2013. الكابتن سامي قمصان كان ليه تصريح وقال طموحاتنا كبيره للفوز بالبطوله الافريقيه، وقال كابتن سامي قمصان المدرب العام للفريق ان الفريق عنده طموحات كبيره جدا للفوز بلقب دوري ابطال افريقيا عندما يواجه فريق الترجي التونسي، والجهاز الفني عنده ثقه في قدرات لاعبيه وقدرتهم على تحمل الصعوبات العديده من حيث الغيابات وضغوط المباراه. قال كمان ان الفريق هيدخل المباراه دون اي حسابات متعلقه بنتيجه مباراه الذهاب التي حسمها بنتيجه 3 أهداف مقابل هدف، مؤكدا ان هناك 90 دقيقه تحتاج الى تركيز كامل واستغلال الفرص بشكل مثالي. الجهاز الفني درس فريق الترجي بشكل جيد من واقع المباريات الماضيه وسيتم التعامل مع المباراه بشكل يتناسب مع ظروفها وطبيعتها، هذا اصرارا كبيرا كمان من جانب الجميع للفوز بهذا اللقب. كابتن مصطفى كمال مدرب حراس المرمى قال ايضا ان حراس الاهلي على قدر المسؤوليه، وشدد الكابتن مصطفى كمال مدرب الحراس على جاهزيه الثلاثي محمد الشناوي وشريف اكرامي وعلي لطفي لهذه المباراه، وان الحراس عندهم مسؤوليه كبيره ورغبه قويه في تقديم افضل ما لديهم لمساعده الاهلي في المنافسه على لقب البطوله، وهناك حاله من الهدوء والتركيز بيعيشها اللاعبين، وهناك منافسه شديده بين الحراس، وده اللي بيصب بشكل اكيد في مصلحه الفريق بما يملكه كمان من خبرات دوليه ومشاركات عديده. شدد كمان الكابتن مصطفى كمال ان تركيز اللاعبين ينصب على المباراه فقط ولا يوجد اي امور اخرى ينشغل بها اللاعبين في التوقيت الحالي، لكن بيتمنى التوفيق سيكون حليف الفريق ان شاء الله. خبر اخير، مدير الاعلام بالاتحاد الافريقي لكره القدم كاف الاستاذ محمد ثابت اعلن النهارده في تصريحات رسميه ان احمد رئيس الاتحاد الافريقي سيصل تونس خلال ساعات لحضور مباراه الاهلي والترجي باذن الله يوم الجمعه، هذا الى جانب حضور كمان النجم الجنوب افريقي مارك فيش
ومواطنه راسل بول، سيكون هو المنسق العام لمباراة النهائي، ومساعده المغربي مصطفى السلاوي وخالد نصار، وهما أعضاء في إدارة المسابقات في الاتحاد الإفريقي، علاوة على وجود السنغالي عليو بلوكو المنسق الإعلامي لهذه المباراة، والنيجيري سامسون أدامو مدير إدارة المسابقات، وأنتوني بافو نائب السكرتير العام. بالطبع كل معظم أعضاء المكتب التنفيذي هيكونوا حاضرين في هذه المباراة الهامة. هناك ترتيبات، الأستاذ محمد ثابت أكد على أن هناك ترتيبات على أعلى مستوى لتنظيم هذه المباراة، سواء من الناحية التنظيمية أو حتى من الناحية الإعلامية، في إطار التعاون المثمر بين الكاف والأهلي وأيضا الترجي من أجل خروج المباراة بصورة مشرفة. التصريحات الخاصة بالصحفيين والمصورين المكلفين بالتغطية هيتم تسليمها خلال الساعات القادمة بعد التنسيق مع الاتحاد التونسي، اللي شهد النهاردة صباحا اجتماع مهم جدا. هذا الاجتماع لم يكن لديه أي فرصة لمناقشة موضوع الإنذارات، الكل كان بيتحدث عن الاجتماع الأربعاء في الاتحاد التونسي أو الاجتماع المتعلق بالاتحاد الأفريقي هيكون له علاقة بإلغاء الإنذارات على فرانكوم أو شمس الدين الزوادي. حتى هذه اللحظة العقوبات مستمرة واللاعبان سيغيبان حتى هذه اللحظة عن مباراة النهائي، لكن الاجتماع الذي عقد اليوم في الاتحاد التونسي كان متعلق بالتنظيم وبحضور الجماهير بالتنسيق مع الاتحاد الافريقي. كابتن ميدو، دي معظم الاخبار او الاخبار النهارده الخاصه ببعثه فريق النادي الاهلي، وقدامنا صوره حيه من الملعب الفرعي في رادس لتدريب فريق النادي الاهلي، وهو التدريب الاساسي والرئيسي قبل التدريب غدا ان شاء الله اللي هيكون على ملعب المباراه، مسرح الاحلام ان شاء الله، ملعب النهائي الافريقي الاهلي والترجي على ملعب رادس. شكرا ليك يا محمد، واكيد يعني محمد لم كل اخبار النادي الاهلي، وزي ما حضراتكم شايفين قدامكم يعني التمرين شغال، وان شاء الله يكون كله مركز زي ما قال كريم احمد كمال، كل الناس مركزه في هذه المباراه، وقال استعداد غير عادي للنادي الاهلي، وكل اللعيبه فعلا ما سمعش صوت خالص غير صوت التمرين